السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا اللايف هذاك غادي يكون واحد اللايف اللي مؤثر بزاف صراحه. الله مؤثر بزاف. انا بيدي والله العظيم ما قدش نهضر. هاد السيده هذه مسكينه اللي كتصارع مع مرض السرطان وكيف كتشوفوا الوليدات ديالها في هاد الحاله هذه. الله يجازيكم بخير. حنا كنناجدوا المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن. الا يجي شي محسن يتدخل. هاد السيده هذه كانت في مدينه مكناس داوها للسبيطار اخوتي وما لقاولهاش البلاصه فين تنعس، وهي دابا كتصارع المرض ديالها في الدار ديالها وكيف كتشوفوا الوليدات ديالها هما دايرين بها. كنناجدوا المحسنين وكنناجدوا الجاليه المغربيه المقيمه بديار المهجر وكنناجدوا الناس اللي هما في قلبهم الحنان. وكيف كتشوفوا في هذه الجائحه هذه انتم كتشوفوا ما كاين لا حج لا حتى شي حاجه. ها الحجه اخوتي السيده هذه عندها ثلاثه ديال الوليدات عايشين معاها، وحده مزوجه الله يسهل عليها. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما لقاوش باش يعالجوا هاد السيده هذه. كنطلبوا من الله ومن المحسنين الناس اللي كيشوفوا هاد اللايف هذا، الله يجازيكم بخير، الله يوقف معاكم، الله يجعل ربي داكشي اللي غادي تحطوه يرجع لكم بالعشرات. كنتمنوا من الله يجيو شي محسنين يهزوا هاد السيده في مدينه مكناس سيدي بوزكري. الا كان ممكن الله يجازيكم بخير تبارطاجيو هاد اللايف هذا، بارطاجيو هاد اللايف باش يوصل. الله يجازيكم بخير. انتم كيف كتشوفوا الوليدات ديالها كيبكيو، انا تاثرت من القلب ديالي لداخل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قبل ما ندوي على المركب كانت يعني كتعالج في الجمعيه اللي كتتبع فيها الشيميو وداك الشيء، يعني فاش شافوا الحاله ديالها حيت ما بقاتش كدير الدواء ديالها، وقف الدواء ديالها على حسب الحاله ديالها. من شافوها لقاو عندها المراره صافي، قالوا لنا خاصكم تحيدوها حيت ما بقاتش كتاكل ما بقاتش كدير الشيميو. شفت الحاله يعني راه ماشي قبل رمضان وهي ما كتاكل ما كتشرب، يعني كتشرب هي الماء كيطردو. فاش قالوا لنا راه كترد ما عرفتش داكشي بحال الصفر بحال داك الحال، انا ما عرفتش شنو هو داكشي صافي. يعني من بعد من شفنا ديك الحاله قالوا لنا راه خاصكم تحيدوا لها المراره ديناها للمركب، ولكن من شافوا حالتها قال لك ما يقدوش يفتحوا لها. السلام عليكم خوتي المغاربه. هاد الانسان هادي مده عام هادي وحنا كنعانيو. معكم عصام من مكناس. هاد السيده لمده عام وحنا الزوج ديال البنت ديالها. هاد السيده النسيبه ديالي لمده عام هادي وحنا كنعانيو معانا في مكناس. ما كاين غير تيحمقوا فينا كله وفين تيصيفطنا. من بعد منا عمروا لي ورقه ايرجونس لفاس. طلعت لفاس ثلاث ايام وانا مزوط تما كنبات برا كلشي برا، لدرجة أن السيروم ما عندوش فين يتعلق. أنا قابطو بيدي مدة ساعة هاد المكانة وأنا قابطو بيدي. فاش جلسو تمايا عندك هذيك الثلاث أيام من بعد منا قالوا لي خصك تديها لمكناس ما عندنا ما نديرو لها. هاد السيدة هادي راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، عينا ما نجريو معاها الجهد ديالنا درناه والكمال على الله. المهم اللي بغيت نوصل أنا بخلاصة أننا أنا الطب راه ما كاينش في هاد البلاد، الطب ما عندناش. اللي مرض غير يشد القبر ديالو ويرتاح. لا اله الا الله محمد رسول الله. وعندي ادله على هادشي اللي تنقول، عندي بزاف د الحوايج وصلت معاهم تما لشي حوايج اللي ما نعرف هذاك الطبيب وما بغاوش يديروا معايا الحل. اللي كنهضر معاه كيقول لي خليها تما، كيعطوني رونديفو تخيل من 9 الصباح حتى الربعة، من 9 الصباح حتى الربعة الصباح. عاد كيجي شي واحد يهضر معايا وغير كيشوفها وكيمشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي المغاربه لقيتوا باش تفيدونا وباش تعاونونا في سبيل الله في هاد المراه هادي، اجركم لله. السلام عليكم ورحمة الله. صفر 6 19 74 16 26 هذا هو الرقم التليفون ديالي. كيف ما كتشوفوا اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين والله يجعل ربي يوقف معكم. هاد السيده هذه في هاد الساعه في هاد الساعه ما عندهاش اللي يوقف معاها، عندها أربعة ديال الوليدات، البنت مزوجة مسكينة حتى هي، الراجل عنده دار ما في جهده، ما نقولوش دار ما في جهده أكثر من جهده، ضحاو بالغالي والنفيس باش يعني يوقفوا مع هذه السيدة هذه، ولأني ما لقاوش اللي يوقف معاهم، ما لقاوش من غير الله عز وجل. هو اللي قادر على كل شيء. وعندها هاد البنية هذه خدامة ب 30,000 ريال اللي جالسة حداها هي في جنبها. خدامة ب 30,000 ريال اخوتي، يعني 30,000 ريال وعندها 24,000 ريال ديال الكرا وزيد الضو الماء، باش غادي ياكلوا هاد الناس هادو؟ الله يجازيكم بخير، هاد الناس هادو باش غادي ياكلوا؟ يعني راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاد السيدة هادي خص الله يجعل ربي المحسنين، انا كنناشد المحسنين.
المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن. يعني احنا كنعرفوا المغاربه بالتضامن وبداكشي، يعني ربي عز وجل راه مازال الانسانيه، مازال فينا الروح الانسانيه. يعني هانسي لله ضربنا ما تبان، لا ما تبان كاع ضربنا. السلام عليكم. راه ملي كانت مسكينه بصحتها راه كانت خدامه على ولادها، راه شحال ضربات من تماره، راه 11 عام بعدا وهي معايا. راه مني وليد لقيت كانت بنتها الكبيره لقيتها غدفع لواحد الدار تخدم وحيدتها لها، قلت لها سيري جلسي بنتك في الدار وانا نخلص عليهم اللي خصهم. راه كنت حاسبها بحال بنتنا، راه ما كناش حاسبينها خدامه. واني مسكينه ملي قلات لها الصحه ما بقاتش قاده، المرض هلكها صافي جلسات للركنه. اي والله يكون معاها ربي تعالى، الله يشوف من حالها وحال المسلمين. كانت هي اللي كانت خدامه على وليداتها، ما كاينش اللي يخدم عليهم. هي ما تفهمتش هي والراجل، الراجل مشى بحالته للطالبه تزوج، والله عان بيناتهم ما نقدروش نعرفوا شنو بينها وبين راجلها. راجلها تزوج دار وليداته. اي واش نقول الله يكون معاهم الله تعالى، الله يشوف من حالهم. شكرا اولي. كيف ما كتسمعوا خوتي، هاد السيده هذه اللي كانت كتهضر دابا كانت كتشتغل عندها هاد الانسانه اللي هي مسكينه مريضه دابا في شده الفراش. يعني كاين واحد شي حوايج اللي يعني ما فاهمينهمش حنا. هاد السيده هذه ما كنعرفوا عليها حتى شي حاجه، يعني الناس اللي كتفسرنا عليها بان هاد السيده كانت هي المعينه لهاد الاسره هذه، والزوج ديالها تزوج عليها. تزوج حنا هذاك الشيء ديال الله، ولكن حنا كنقولوا الله يجعل ربي يطيح بالزلة الرحمه في خوتنا المغاربه باش يتكلفوا بها بالعلاج، لان هذه السيده هذه مسكينه في امس حاجه المساعده. يعني راه عندها واحد الوليدات باقيين صغارين وهي اللي حاضنه عليهم، واحد الاخت راها جالسه، الاخت ديالهم جالسه حداهم. يعني حتى هي مسكينه كتناشد المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وكنتمناو الناس المسؤولين يشوفوا في هذه السيده هذه اللي يعني قال لك داوها المصحه ديال الدوله وما لقاوش فين ينعسوا. وكنتمناو الناس المسؤولين يشوفوا من حال هذه السيده هذه في مدينه مكناس باش يشوفوا كيفاش يديروا لها شي حل. ما يمكنش باش مشاو عندهم الناس باش ينعسوها قالوا لهم ما كاينش البياص. راه صاحب الجلاله نصره الله، صاحب الجلاله نصره الله، عنده المواطن اهم. كيف ما شفت هذا الكوفيد 19 هو السباق يعني في هذه الجائحه، لا في الدعم لا في التلقيح لا في كل شيء. كنتمناو من الناس المسؤولين اللي وصلهم هذا اللايف هذا يديروا المجهود ديالهم مع الشعب المغربي. الشعب المغربي راه هو امس حاجه لهذا الشيء ديال الطب والتعليم. حنا دابا كنناشدوا غير باش هذه السيده تعالج، اللي هذه السيده هذه راه قبيله راه خلعتنا كاملين مسكينه. كنتمناو من اللهم المحسنين يدخلوا على الخط ويشوفوا لها شي حل، الله يجازيكم بخير، باش على الاقل بعدا غير تحط في شي مصحه ولا شي حاجه باش تعالج. من الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن شاف هذا اللايف هذا، الله يجازيكم بخير والله يكبر بكم، باش تعاونوا مع هذه السيده هذه باش غير تاخذ العلاج ديالها. راه السيده هذه راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنتمنوا من الناس المسؤولين الله يجازيكم بخير. لا راه سيدنا نصر الله راه في الخطاب ديالو كيقول شعبي العزيز، شعبي العزيز. الله يرحم لكم الوالدين. من الناس كتعرفي اللي غادي يشوفوا هادشي هذا باش راه يقدروا يجيو يشوفوا الحاله هنايا بعينهم حتى لما تلاقوا ولا شي حاجه. 24 انت كتشوف يعني، والواحد من كيخرج لهذاك الشيء يعني تقريبا الليل كامل كيبقى هكا، كيبقى الليل كامل هابط بحال هكا. يعني ما عرفناش، ما عرفنا ما نديروا ليها. ودابا المشكل ولا من التحت وحتى من جهه النيف، ماشي النيف بوحدو. ماما الخدمه مالها انت سيري الخدمه. واخا ماما دابا نمشي. كيف ما كتشوفوا مسكينه انتما لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حتى البنت اللي راه هي خدامه عليها وعلى هاد الاسره هذه. كيف ما كتشوفوا اخوتي دابا راه سامحه مسكينه في الخدمه ديالها وجالسه حدا الوالده ديالها، وعندها واحد السيار، واحد السيار ديال 30000 ريال، 30000 ريال وكاريير ب 24000 ريال. وزيد الظلمه، يعني راه عايشين غير بالقدره الالهيه باش نهضروا نيشان. هاد الناس هادو عايشين غير بالقدره الالهيه، راه يعني داروا مجهودهم، داروا مجهودهم. ودابا كاين شويه المحسنين
الله يجازيكم بخير والله يكبر بكم والله يرحم الوالدين. كنتمنى اللي شاف هذا اللايف هذا يبارطاجيه، الله يرحم لكم الوالدين باش هذه السيده هذه يشوف يجيب يقدر يجبر الله شي محسن اللي تكلف بهذا العلاج. الله يرحم لكم الوالدين، راه كت قوة الحرق راه كتألم. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير.